السلام عليكم أستاذة. أركان الإسلام هي 5 أركان: الشهادتان، الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. أركان الإسلام 5: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركان الإسلام 5: الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. السلام عليكم معلمتي. أركان الإسلام 5: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركان الإسلام هي 5: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. أركان الإسلام 5: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، حج بيت الله.